يا مساء الخير والفل والياسمين والسعادة على كل هو وكل هن وكل حد بيشوفنا دلوقتي. وحشتونا جدا جدا جدا، يعني كنا فترة توقف في رمضان لكن راجعين لحضراتكم من تاني. وخليني أقول لكم النهاردة حلقة مختلفة وحلقة مميزة جدا. خليني أقول لكم النهاردة حلقة فنية جدا. النهاردة يمكن إحنا من داخل لوكيشن تصوير مسلسل جري الوحوش اللي بيتعرض طبعا عندنا على شاشة قناة المحور، والنهاردة هيبقى كلها حلقة كواليس داخل اللوكيشن بتاعت المسلسلات وأبطال كتير. ومسلسل الحقيقة أنا شخصيا تابعته، مسلسل حلو جدا. وخلينا مش هطول عليكم، لكن يلا بينا ونبدأ بقى حلقتنا ونروح نشوف هيكون معنا مين. يلا بينا. ابنك معيوب، سعيد هو اللي ما بيخلفش. أنا عمري ما هسامحكم على اللي انتوا عملتوه، افضل عايش طول عمري حاسس بالظلم والقهر. الفلوس كل حاجه واقوى حاجه. الفلوس ما تقدرش تشتري الصحه. انت بتتقبني؟ سعيد لو اتجوز البنت وفاء مش هتقعد في بيته يوم واحد. ممكن تتجوز عليا؟ التحليل بتقول انه ما ينفعش. فرشور التجربه ناجحه 100%. لا ده انا اروح فين في داهيه؟ انت بتكلم الحاج سعيد ابو الدف؟ لما تعوز حاجه هتعملها. اسكت يا علي. انا لو هخلف من سعيد هخلف من سعيد علشان بحبه. يا انت يا هو. انت كدكتور راضي على اللي انت فيه؟ نفسي بقى ازلها زي ما زلت. عاوز تعرف من الغالي ومن الرخيص؟ ما بلاش. انا مستحيل اقدر اعيش مع واحد عارف يعمل كده. ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم حلقتنا في هو وهن. واحنا دلوقتي زي ما قلت لكم في الانترو ان احنا من داخل لوكيشن مسلسل جري الوحوش اللي بيتعرض عندنا على شاشه قناه المحور. والحقيقه هو عامل ضجه كبيره جدا وعامل نسبه مشاهده كبيره. خليني ارحب بضيفي اللي موجود معايا دلوقتي، هو واحد من ابطال المسلسل، هو الفنان حسني الشتا. يا حسني ازيك، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب ورمضان كريم وعيد سعيد، داخلين على عيد، فكل سنه وانت طيب على كل حاجه. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه والجمهور المصري والعربي بخير وصحة وسلام. كل سنة وانت طيب. صحة وسلام. مكسرين الدنيا. المسلسل زي ما انا قلت بيتعرض عندنا على شاشة قناة المحور وعامل نسب مشاهدة عالية جدا. احنا طبعا احنا لسه في اواخر خلاص رمضان ولسه انتم مكملين تصوير. كلمني بقى كده عن دورك في المسلسل. والله هو دوري يعني انا حبيته لما استاذ احمد صبحي واستاذ عبد العزيز حشات كلموني، يعني لما تبعت لي الورق حسيتها شخصية مختلفة شوية عن حاجات قبل كده عملتها. شخصية سيف المفترض ان هو المحامي بتاع العيلة دي كلها، اللي هو نضال الشافعي، وبعدين بيلعب بيهم وبيلعب بمحمد عز وبيلعب اللي هم الاخوات وسعيد ودكتور نبيل اللي هو محمود حجازي. فهو شخصية مركبة شوية لانه هو يبان ان هو شخص عادي نورمال، بس هو في قرارة نفسه يعني هو شخص شرير جدا. فانا حبيت العب الشر من سكة يعني مختلفة شوية، انه يعني ممكن يبقى دمه خفيف وفي نفس الوقت هو هادي. يعني ما اعرفش ليه كنت ساعات حتى في المشاهد مؤخرا اللي كنت بصورها بحس ان ممكن حركاتي تبقى في نفس سلاسة حركة التعبان مثلا. ده في الحقيقة؟ لا مش في الحقيقة. لا بتكلم يعني على الشخصية. طيب انت ما خفتش لما تعرض عليك المسلسل ده؟ لانه طبعا هو ماخوذ عن قصه الكاتب الكبير رحمه الله عليه الكاتب محمود ابو زيد، وكان الفيلم ده يعني هو كان عمل الكاتب محمود ابو زيد عمل ثلاثيه العار والكيف وجري الوحوش. لما تعرض عليك المسلسل ما خفتش شويه ان الناس بقى تبتدي تقارن الفيلم بالمسلسل ولا بصوا ده كان عامل ازاي، لا ده بصوا كان عامل ازاي، ولا لا انت خدت الريسك وزي ما قلت لا؟ يعني لان برضو ابطال ما شاء الله معك كلهم، يعني كلكم مجموعه بصراحه كويسه جدا. ربنا يخليكي. بس هي الفكره انا ما خفتش لان انا بالنسبه لي ما فيش وجه مقارنه، لان انا بلعب شخصيه مش من الثلاثه اللي في الفيلم، هي شخصيه تعتبر استاذ احمد صبحي مضافه للشخصيات اللي موجوده في الفيلم. فانا مش في المحك بتاع يعني المقارنه، حتى يعني على التجربه عموما طبعاً، يعني انت جزء من عمل. اه فالعمل نفسه كله لو اتوجه له انتقادات والناس قعدت تقارن
ما هو انت برضو جزء من العمل ده عادي كده جدا. الفيلم طبعا يعني لا غبار عليه طبعًا. واساتذه كبار اللي عملوه نور الشريف و... طبعا استاذ محمود عبد العزيز و... ولكن احنا هنا برضو بصدد ان دي بتحصل طول الوقت عادي. كان في مسلسل مثلا, كان في فيلم نحن لا نزرع الشوك اتحول بعد كده المسلسل لآثار الحكيم استاذ آثار, والمسلسل كان ناجح جدا. فعادي, اصل احنا ده فن في الاول والاخر بنجرب. فالحكم في الاول والاخر للجمهور, ممكن يبقى بيستمتع. انا يعني انا واحد من مريدين الافلام اللي هي الثلاثيه دي تحديدا مع استاذ علي عبد الخالق. فما فيش مانع برضو ان انا اتفرج على مسلسل بيناقش نفس القضية. وفيلم العار عمل مسلسل, وعلى فكرة حقق نجاح برضو بالزبط. للفنان مصطفى شعبان والفنانة عفاف شعيب يعني عمل بس بقى هي فكرة المقارنة ان انا فيها استحالة, لان احنا مش شبه بعض. وفي الاول والاخر دي حاجات خلاص يعني اتصدر عليها الحكم. لا وبعدين دي كانت بتتكلم في زمن, واحنا بنتكلم دلوقتي في زمن تاني. يعني احنا دلوقتي في 2024 فالحكم او زي ما بنقول المقارنة ما ينفعش. المقارنة ودايما بقول ممكن بتتاخد قصة الفيلم, لكن التفاصيل بقى دي أكيد. بتتغير اكيد مع اختلاف الازمان. بس انا مش بحجر على اي حد, اللي عايز يقارن يقارن, واللي عايز يقول ان ده كان يعني اكيد يعني اللي يقول اللي اي حد عايز يقول رايه نجح يقول يعني. ونسب المشاهدة عالية الحمد لله, وبجد يعني عامل نسبة مشاهدة عالية جدا. طيب خليني أسألك عن دورك بقى, انت بتعمل مسلسل تاني المحارب. طيب احكي لي بقى عن لها مختلف تماما. يعني انا هنا يعني مثلا هنا لبس الشخصية هتلاقيني بلبس يعني احنا خليني اقول لكم حاجة, احنا خطفنا من التصوير خطفته, قلت له النبي وقعدت اتحيل عليه وقعدت حبة صعبانات. انا ساكنة في التجمع وبتاع, فليه طب خلاص انا جاي. لا انتوا تؤمروا والله. هناك انا بعمل شخصية سواق ميكروباص, فشتان الفارق يعني الشخصية اللي هناك يعني زي ما بنقول كده بيطجن في الكلام. شخصية شعبي شوية بس هو يعني صادف السنة دي ان الشخصيتين يعني الاتنين اشرار شريرين, بس هنا ده شر بيشغل. ما خفتش من موضوع الشر ده, ان انت برضو يعني اللي هو الاتنين شر يعني دايما الواحد يقول ايه طب اعمل كده وكده, اللي هو بحيث ان انا الناس ما تاخدش عني فكرة ان احنا كشعب احنا عاطفيين جدا بالزبط. اول ما بتعمل شر على فكرة بس وده بيبقى نجاح, نقول لا 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 لا, لا حسني ده انا كرهته, بس ده بيبقى نجاح يعني انت قدرت توصل للناس الشخصية نفسها. لا الحمد لله. وبعدين ما عندنا استاذ عادل ادهم كان بيعمل شخصيات طبعا. شريرة وناس بتحبه. تبقى لك اطيب بني ادم في الدنيا. وانا طيب قوي قوي. انت برجك ايه؟ انا حمل. ايه ده انت زي ده انت كان عيد ميلادك ربنا يكون في عونهم. لا لا الحمل على فكرة عصبيين جدا عصبي بس طيبين بس جدا بس بيهدى بسهولة يعني. جدا 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 بس لا في الستات الحمل صعب جدا. مرسي شكرا شكرا.